السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مادة النظام العالمي الجديد دي مادة في تأهيلي دكتوراه. المنهج اللي تم تدريسه على مدار ترمين كان بيتكون من الجزء الأول اللي تم تدريسه في الترم الأولاني خاص بالدكتور عبير فرحات، ده تم تدريسه بالكامل. الجزء التاني اللي يخصني اللي هو احنا ابتدينا فيه في الترم التاني كان عبارة عن أوراق بحثية، وتم المناقشة في خلال المحاضرات السابقة على بحثين: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أسباب وتداعيات الحروب التجارية، وجاري إعداد الأوراق البحثية بعد مناقشة النقاط الفرعية فيهم. شكرا يا جماعة.